السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. اتفضل. لو سمحت فتوى ونصيحة، لو جاي لي عرض شغل في الإمارات في الظروف الحالية كمترجم طبي، هل تنصح، هل أولا حلال أو حرام؟ ولو حلال هل تنصح أروح ولا لأ؟ يلك ايه عفوا؟ عرض شغل في الإمارات. ايوه كمترجم طبي في الإمارات. مترجم مصر طبي. عايش. ايه؟ أنا عايش في مصر، لو جالي عرض شغل في الإمارات. يعني عايش في مصر مستقر، ولا يعني معك أهلك وعندك عمل ولا لا؟ هنا في مصر عندي عمل. طيب لكن متزوج هو وعندك هناك أنا شاب وكده، مرتب هناك مثلا 4 أضعاف اللي هنا، فيعني يعني عندك أولاد هنا وبنات ولا لا؟ يعني لسه شاب، لسه تريد مفيش. أن تتزوج؟ والعمل هناك بعيد عن الفتن؟ لا العمل حلال ان شاء الله. انا بسألك حلال ولا لا، أنا حرام؟ بسأل. لا هناك العمل مترجم طبي ما فيش فيها مشكلة كعمل، لكن لكن لا في للأسف، لا ما الفتن غير بعيد عن مأمون. الفتن. ها؟ لا مش بعيد عن الفتن للأسف. خلاص خليك في مأمن. الله المستعان. السلام عليكم.